ولو أن المسلم عرف أن نعيم الجنة لا تزهد فيه النفوس ولا طاقة لها أن ترغب عنه، وأن في الآخرة حياة أبدية في أحد دارين، إما جنة وإما نار، فإنه يختار لنفسه ولا بد طريق الجنة. ثم لو أن المسلم علم أن رب العزة يفرج عن المتقين فيجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، لعلم أن نعيم الآخرة متصل بنعيم الدنيا، لكن النعيم في الدنيا نعيم تسعد فيه القلوب وإن شقيت الأبدان، يعني يقوم من الليل فتتعب قدماه من القيام والقلب سعيد، يشقى في عمل الصالحات، يتعب في عمل الصالحات والقلب يهفو ويشعر بالراحة والقرب من الله رب العالمين. أما في الآخرة فإن السعادة كاملة، تشمل البدن وتشمل الروح، ولا يكدر الصفو فيها شيء. لكننا ينبغي أن نعرف أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، وليس معنى المكاره أن الذي يدخلها يشعر بالكره وهو فيها، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة، فكأنه إذا دخل إلى الصلاة استراح، وهي طريق الجنة. وحفت النار بالشهوات، وليس معنى هذا أن الداخل في هذه الشهوات قلبه سعيد ومنتشي بدخوله في الشهوات، بل إنه يرى نفسه في ظلمة يتقلب فيها القلب شقي، وإن نظر إليه الخلق فظنوه سعيدا. طريق إلى الجنة رأسه في قول لا إله إلا الله، مع خروجها من القلب، من قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة. ومن الطريق إلى الجنة محبة رسول الله المفضية إلى الاقتداء بسنته والتخلق بخلقه. ومن الطريق إلى الجنة محبة أهل الصلاح والتقى لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. ولذلك فإن الذي يبغض الصحابة لا يدخل الجنة معهم، والذي يحب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يسعد بالجنة معهم. ومن الطريق إلى الجنة بر الوالدين، بر الوالدين، وإن الزوجة إذا أعانت زوجها على بر والديه والإحسان إلى أمه وأبيه فقد أحسنت إليه في أرجى أمر عنده، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر طرقاً إلى الجنة ثلاث. ذلك الحديث هو ما أخرجه الترمذي في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه، قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.